فضحتونا وقاعدين بتشحتوا وخليتوا اللي ما يشتري يتفرج علينا. مطرب المهرجانات حسن شاكوش فاجئ الكل بانتقادات مثيرة لفتيات التيك توك، مش هتصدق اللي قاله. هجوم صادم ومفاجئ من مطرب المهرجانات حسن شاكوش وجهه لفتيات التيك توك الساعات اللي فاتت. حسن ظهر في مقطع فيديو على حسابه الرسمي واتكلم عن فيديوهات الفتيات اللي بتطلع على التطبيق الشهير، وقال انتم زودتوها قوي وخليتوا اللي ما يشتري يتفرج، خليتونا شكلنا بره وحش واتفضحنا، وبيقولوا قاعدين بيشحتوا على التيك توك، خليتونا ولا لينا شكل ولا منظر ولا اي حاجه في المجتمع. مش بس كده، ده كمان شاكوش للاسف بقى في شباب وبنات يدخلوا معاهم في لايف عيال مش مظبوطه، والتيك توك بدا يبقى فيه عيال اشكال والوان كتير للاسف من مصر ومن بره مصر، وبيقولوا الفاظ عمري ما سمعتها في حياتي، عندنا بنات وستات محترمه ما ينفعش اسمع الكلام ده، وللأسف واخدين الموضوع بهزار وضحك. شاكوش ما اكتفاش بمهاجمة فتيات التيك توك، لكن كمان طلب بوقف وغلق التطبيق بشكل نهائي، وده بسبب اللي وصفه شاكوش بالأفعال السيئة اللي بتحصل بين الشباب والفتيات. الأيام اللي فاتت حسن شاكوش كان سبب في موجة كبيرة من الجدل بعد تصريحه المثير اللي قال فيه إن الكينج محمد منير قال إن هو الوحيد اللي ينفع للغنى في مصر، لكن المفاجأة كان في نفي منير وإنه ما قالش كده لشاكوش، ويمكن ما عرفوش أصلا، عشان يخرج مرة تانية شاكوش ويقول إنه كان يقصد النجم شريف منير مش محمد منير، وتتكرر تاني نفس القصة ويطلع شريف منير وينفي كل الكلام اللي اتقال، ويقول إنه ملوش علاقة بالتصريح ده وما قالش حاجة لشاكوش، لدرجة إن عمر كمال عمل فيديو ساخر مع حسن شاكوش على القصة دي وهو بيسأله عن صاحب تصريح انت الوحيد اللي تصلح للغنى في مصر. هنا جاوب شاكوش وقال الفنان محمد منير اللي قال لي، فأكد له كمال ان الكينج كدبه، وهنا تراجع شاكوش وقال ان شريف منير وأسامة منير هما اللي قالوا له التصريح ده، لكن عمر كمال وضح له انهم هما كمان نفوا التصريحات. هنا شاكوش قال خلاص يبقى سراج منير هو اللي قال انت الوحيد اللي تصلح تغني لمصر. المفاجأة كانت في ان الفنان سراج منير متوفي من سنين طويلة. مش بس كده، ده شاكوش كان سبب في جدل كبير بعد ظهوره مع طليقة ريم طارق في برنامج المقالب رامز جاب من الآخر اللي اتعرض في رمضان اللي فات. ظهرت مزاعم كتير إن شاكوش كان عارف إن ريم موجودة في البرنامج وإنه اتفق مع رامز على تفاصيل الحلقة، لكن شاكوش قرر يخرج في فيديو ويتكلم عن كواليس الحلقة وقال عايز أقول لجمهوري ما تزعلوش حقكم عليا، كنت عايز أقدم لكم أحسن حاجة وحلقة حلوة علشان إحنا في جو رمضان وعايز الناس تتبسط، أنا عارف إني رايح لرامز بالرغم من أي حاجة هتحصل، بس قلت المهم الناس تنبسط، آسف على اللي انتوا شفتوه في الحلقة عشان كمان الحلقة ما كملتش وما حصلش نصيب، اتفاجئت إن في ضيف تاني والحمد لله على كل حال، وكل واحد ما بياخدش أكتر من نصيبه، وبقول لرامز ما تزعلش وحقك عليا، أنا عارف أنا كنت عايز تقدم أحلى حاجة لجمهورك، وبتأسف لكل الناس اللي سمعت أي ألفاظ مش كويسة حتى لو مش مني.